أمام مداخل هذا المجمع الرياضي في بانكوك الذي حدد مركزاً لتسجيل الأحزاب التي ستخوض الانتخابات البرلمانية، يعتصم الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة. نجلس هنا لأننا نطالب بإصلاحات سياسية، وذلك قبل الانتخاب حتى نتمكن من وضع معايير جديدة للانتخابات المقبلة. ومع ذلك لم يتحقق هدفهم إلا جزئيا، فعندما بدأوا اعتصامهم كان أعضاء الحزب الحاكم بوياتاي وأعضاء أحزاب أخرى قد دخلوا المركز بالفعل في 4 صباحا، وذلك لتفادي المعتصمين، لكن أحزابا أخرى كثيرة فشلت في الدخول وتريد رفع شكوى. الوقت لا يسير في صالح المعارضة، ففي 2 فبراير سيتم انتخاب برلمان جديد، وفي حال فوز حزب بوياتاي ووصول رئيسة الوزراء يينغلاك مرة أخرى إلى السلطة، فإن المعارضة تخشى من تأثير عودة شقيقها تاكسين من المنفى على الوضع السياسي في تايلاند. والكثيرون يعتقدون أنه يحرك الخيوط الآن في الخلفية وينتظر فقط أن تمهد له أخته الطريق.